صلوا على النبي محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي وصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، محمد صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل المرسلين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، تغشانا بنوره، يا رب لفضلك وأمانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذاب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، ونام بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وصلي كل مسلم، يا ربي وكفي كل مولي. بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي عاشا
الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والزاهب يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغالب ويوحده الناتق والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا النظر بديع كمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعرقا لحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله
مليك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فانتهز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى
وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وسلم مفتونا بيد العناية، مقهولا بكحل الهداية، فأشرق ببغائه الفضاء، وتلألأ الكون من نوره وأضاء، ودخل في أرض بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسكوت الشرفات ورمية الشياطين من السماء بشوب المحرقات، ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع. لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع، حتى عرض على المراد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان وينصح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيئ أحكم معه لم يكن آبد لغضب، من رآه بديهة هابا، وإذا دعاه المسكين أجابا، يقول الحق لو كان مرعا، ولا يضمر لمسلم الشر على مرعا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيا، لذا صرف كأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أعلى ثمر، وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الرمام، وإذا تكلم فكأنما الدوء يسقط عن ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج منه فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغير، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطير، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم نور، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه: ما رأيت من ذي ذمة سوداء في حلة أمراء
أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.